مش هتصدقوا لما اجي واقول لكم ان الكونجرس الامريكي اكد وجود الفضائيين في العالم بتاعنا. ازيكم يا جماعه؟ من زمان واحنا مهتمين جدا بسؤال هل في حياه بره الكوكب بتاعنا، وهوسنا بالمخلوقات الفضائيه كان ظاهر في كل وسيله تسليه من اول الافلام زي فيلم إليان وارايفل، وعندكم الالعاب مسلسلات وكرتون وكل حاجه ممكن تتوقعوها. وده اللي خلى ناس كتير تتخانق ما بين نظريه ان هم موجودين فعلا وما بين ان كل ده مجرد خيال. وانا الصراحة كنت مع الجانب اللي بيقول ان كل ده مجرد خيال، وركزوا قوي في كلمة كنت، عشان من كام يوم واحد باسم ديفيد كروش اللي بيشتغل في المخابرات الامريكية قال ان هم لقوا حطام مجسمات مش من الكوكب بتاعنا، وحكى عن تفاصيل اكتر بالنسبة لي كانت مرعبة جدا، والتفاصيل دي خلتني اشك في كل حاجة انا كنت فاكرها خيال. بس قبل ما نكمل عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. في 26 يوليو 2023 حصلت جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، والجلسة دي هدفها الأساسي كان إن هم يتكلموا عن ظهور أجسام وأطباق غريبة حوالين أمريكا. Thank you Mr. Chairman and good morning to our witnesses who are testifying today. I want to thank each of you for being here to discuss a topic of grave importance to our national security. وأنا حاسس من دلوقتي إنكم هتقولوا لي إن الكلام ده مش حقيقي، عشان ناس كتيرة اتكلمت عن وجود كائنات فضائية من زمان، ولكن طبعا معظم الكلام ده بيكون مش حقيقي. بس انا النهارده جاي اقول لكم ان الموضوع شكله هيبقى بجد، عشان في جلسه الاستماع كان في واحده باسم نانسي ميس كانت بتسال عن الاجسام الغريبه اللي زادت الفتره اللي فاتت، وساعتها ضابط سابق في المخابرات الامريكيه باسم ديفيد جروش اللي معروف دلوقتي في الاعلام باسم الواشي اكد ان امريكا فعلا رصدت وجود المجسمات دي، بس هم مش عارفين هي مصدرها ايه بالظبط، والمشكله انه اصلا قليل جدا لما بيعرفوا يرصدوا الاجسام دي في السماء، عشان كل ما بيحصل كده كل الرادارات بتبوظ في نفس اللحظة، والمرعب ان هم كل ما يودوا المجسمات دي لعالم فيزيائي يتخض من التكنولوجيا بتاعتها العالية جدا، بمعنى ان المجسمات دي مش ممكن تكون من صنع بشر. وطبعا بعد المعلومات دي نانسي سألته اكتر سؤال منطقي بعدها، والسؤال كان هل المجسمات دي كان جواها جثث؟ وساعتها ديفيد قال إجابة مرعبة جدا. As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. والحاجة الأكيدة إن الجثث دي مش بترجع لبشر، ولكن فيها صفات زي البشر بالظبط، عشان الجثث دي لقوا منها ذكر وأنثى ويعتبروا أقصر مننا وكلهم صلع، وغير كده عيونهم كبيرة وشكل ودانهم مش زينا. وساعتها سألوا عن الأدلة والوثائق دي، بس هو رفض إن هو يديها لهم عشان الأدلة دي مش هيقدر يوريها للعالم، لأنها ممكن تهدد حياته هو ومراته، وكمان ممكن تهدد الأمن الوطني الأمريكي. ولكن هو برضو قال إنه مستعد يعرض الأدلة دي، ولكن في جلسة استماع خاصة مع الكونجرس. وعلى فكرة أنا عايز أفهمكم حاجة، دي مش أول مرة حد عسكري يتكلم عن الموضوع ده، عشان وزير الدفاع الكندي بول هيلر قال إن هم عرفوا من خلال تحقيقات إن المجسمات والكائنات الفضائية دي بتزور كوكب الأرض من آلاف السنين، وبعدها قال حاجة صدمت القاعدين ساعتها، عشان قال إنه متأكد إن أمريكا مش ضدهم، دي في الواقع ممكن تكون بتشتغل معاهم. هناك نحو نوعين من أصل 20 تعاملوا مع الولايات المتحدة، وهناك فصيل منهم يسمى الأبيض الطويل يقيم في قاعدة نيفادا العسكرية ويعمل خبيرا فيها. ديفيد جروش قال إن في تقارير عندهم بتثبت إن في أطباق فضائية بتنزل كوكب الأرض من زمان، والكلام ده طبعا بيأكد كلام الوزير الكندي اللي كل الناس ساعتها ضحكوا عليه بسبب التصاريح دي. وبعدها ديفيد قال حاجة خلت الناس كلها تتصدم. Someone who's possibly been injured working on legacy UAP reverse engineering? Yes. عشان قال انه لما كان في منطقة عسكرية سرية عرف ان الفضائيين اللي موجودين فيها أذوا العلماء اللي شغالين جوه، ولكن بعد ما قال الجملة دي هو سكت وقال انه مش هيقدر يدخل في تفاصيل اكتر من كده، بس في نفس الوقت قال ان هو ومراته شافوا الأذية دي بعينيهم، وده كان شيء في قمة الرعب. وانت دلوقتي اكيد هتقول ان الراجل ده بيفتي، بس انا هقول لك لا،
وأنا عندي سبب واحد، وهو أن الكلام ده ما تعرضش على قناة سي بي سي في برنامج الحقيقة مثلا. ده كلام اتقال قدام العالم كله في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، وعشان كده الموضوع بالنسبة لي غير منطقي وغريب جدا. بس طبعا من ساعة عرض النقاش ده الموضوع انتشر في كل القنوات الأمريكية، وكل الناس بقت تقول إن فكرة وجود الفضائيين بقت خلاص حقيقة مثبتة. وساعتها ظهرت مقابلات قديمة لديفيد اتصورت قبل جلسة الاستماع دي. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. وفي مقابلة منهم اتسأل عن إيه اللي أمريكا بتعمله في المجسمات الغريبة دي بعد ما بتقع عندنا، وإجابته كانت إن هما بيجمعوها وبيعملوا بيها مشاريع سرية تحت مراقبة وزارة الدفاع الأمريكية عشان يفهموا أكتر عن التكنولوجيا الموجودة في المجسمات دي ويستخدموها لصالحهم. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. زي ما انتوا عارفين قصة الكائنات الفضائية بدأت تظهر من بدري جدا، لدرجة ان حتى من ايام الاتحاد السوفيتي كان في كلام عن وجود الكائنات الفضائية. De Sovjet-Unie heeft zo zijn ongrijpbare zaken. Begin deze week werd bekend dat er een UFO geland zou zijn. En zelfs de serieuze kranten staan er nu bol van. En ooggetuigen durven er voor de camera over te praten. في 1947 كان في طيار باسم كينيث أرنولد، وساعتها هو كان طاير ناحية واشنطن في أمريكا. بس أول لما وصل عند جبال الكاسكيد شاف 9 طيارات صغيرة وكانوا بيطيروا بسرعة جدا حوالي 2000 كيلو في الساعة، وطبعا هو اتخض جدا من المنظر عشان أول حاجة ما كانش عندهم ساعتها طيارات بتطير بالسرعة دي، وتاني حاجة إن 9 طيارات دول شكلهم ما كانش شبه أي حاجة هو شافها قبل كده. وساعتها أرنولد بلغ سلطات السلاح الجوي بخصوص المنظر الغريب اللي شافه، بس هم ردوا عليه بسرعة ونفوا كل اللي شافه وقالوا له إن كل ده مجرد وهم بصري مش أكتر. بس هو كان متأكد إن ده ما كانش مجرد وهم، وساعتها عمل رسم تفصيلي عن اللي شافه اليوم ده. وحتى لما شرح الكلام ده للناس اللي كانوا في نفس المنطقة قالوا له انهم شافوا نفس الحاجة اللي كان رسمها، وساعتها اكتر من 800 واحد اكدوا انهم شافوا نفس الحاجة اللي ارنولد شافها. بس اول لما الموضوع اتشهر والناس ابتدت تتكلم عليه، القوات الامريكية الجوية نزلت بيان ان كل ده برضو مجرد وهم، وان الناس دي كلها غلط عشان هما ما عندهمش العلم الكافي بطبيعة الظواهر دي. I am here to discuss the so-called flying saucers. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. والغريب بقى يا جماعة ان من بعدها الحكومة كانت بتوقف اي ابحاث بتتعمل عن المجسمات اللي ارنولد شافها، وده اللي خلى ناس كتير تسأل نفسها هي الحكومة بتاعتهم عايزة تخبي ايه. في 1963 صحفية باسم ليندا مولتن نزلت مقال مكتوب فيه ان بنت باسم ليندا بورتر قالت لها ان هي اتخطفت في مركبة فضائية، وكتبت ان ليندا اللي كان عندها 17 سنة ساعتها صحيت من النوم، بس كانت حاسة ان هي تحت تأثير التنويم المغناطيسي، وساعتها لقت نفسها على مركبة غريبة وسط مخلوقات صغيرة وكانوا كلهم شبه فرس النبي، وكمان بعتت لها رسومات بتوضح ايه اللي حصل لها يومها. وناس كتيرة من بعدها بقى ابتدوا يحكوا ان هم اتخطفوا من كائنات فضائية، بس يمكن اشهرهم كانت قضية بيتي وبارني هيل اللي كانوا في عربيتهم وراجعين البيت، بس لما وصلوا لاحظوا ان الرحلة قعدت 7 ساعات مع انها المفروض تكون 5 ساعات بس، وده معناه ان في ساعتين هم مش فاكرين منهم اي حاجه، ومن بعدها فضلوا 3 سنين بيحلموا بكوابيس مرعبه، بس برضه ما كانوش فاكرين ايه اللي حصل في الساعتين دول، لغايه لما الدكتور النفسي بنجامين سايمون قرر انه يعمل لهم جلسه تنويم مغناطيسي عشان ممكن تكون حصلت لهم حاجه من كتر ما هي كانت صعبه عليهم عقلهم قرر انه ينساها. وفعلا الدكتور بدا الجلسه وسجلها. Try to maintain control so Betty cannot tell I am scared. God, I'm scared. It's all right. You can go right on. Experience it. I got to get my gun. I got my gun! All right.
Go to sleep, Steve. You got to get now. You can get it now. You've forgotten. ومن بعدها قالوا ان في الساعتين دول هم قابلوا فضائيين وحتى رسموهم وحكوا على تفاصيل كتيرة، بس طبعا محدش كان بيصدقهم مع ان صريخ الراجل في جلسته من الصعب انك تقول عليه تمثيل. وكمان في منهم واحدة ست اتخطفت 212 مرة. 212 مرة هم كانوا عايزين منها ايه؟ They're producing babies from your eggs and making these hybrids, and that's a fact. تمام. في 2007 نزل فيديو من شخص مجهول على ويب سايت اسمه Above Top Secret، والفيديو ده كان مبين ان في مجسم شكله غريب في السماء. الفيديو ده اتصور من فريق قصف بحري كان موجود ساعتها على سواحل المكسيك، ولما شافوا المنظر ده في الاول قالوا ان اكيد في حاجة غلط، عشان اللي شافوه كان مستحيل يكون طيارة او طير مثلا، عشان اولا الارتفاع كان عالي جدا، وغير كده هو ما كانش ماشي على اي خطوط جوية معروفة، فهيكون ايه غير ان نظام الراديو بتاعهم حصل فيه مشكلة. وساعتها قفلوا الرادار وفتحوا تاني. بس بعديها بشوية شافوا المنظر لتاني مرة، وساعتها واحد من المجسمات دي وقعت في المحيط، ولما القوات الجوية راحت عشان تشوف هو فيه ايه شافوا مجسم صغير بيتحرك بطريقة عشوائية في المية. بس مرة واحدة المجسم ده طار بسرعة جدا، ولما القوات البحرية وفريق القصف رجعوا عشان يدوروا تاني في البحر ملقوش اي حاجة ولا حتى المجسم اللي وقع من شوية. وعايز اقول لكم ان طبعا في ناس صدقت اللي حصل وناس تانية ما كانتش مصدقة اي حاجة، وعشان كده الموضوع هبط وما اتنشرش كتير بعد كده لغاية 2017 لما نزل مقال على صحيفة The New York Times. والمقال ده كان مكتوب فيه تفاصيل اكتر عن الفيديو، زي ان الفيديو كان مستند سري وتسرب من جوه الحكومة الامريكية، ده غير ان كان في ناس كتيرة شاهدة على وجود المجسم اللي بيتحرك بطريقة عشوائية في المية، بس محدش كان راضي يتكلم عشان كانوا خايفين من حاجة. وكمان نشروا فيديو تاني لحادثة مشابهة حصلت في 2015، بس المرة دي كانت في منطقة الجنوب الغربي على السواحل الامريكية. من بعد الحوادث دي كلها كان كل يوم بيظهر كلام ونظريات اكتر بخصوص حقيقة وجود الكائنات الفضائية، ولكن كل ما يظهر موضوع يثير الجدل او ناس تتكلم عليه الحكومة الامريكية بتطلع بسرعة جدا وتقول ان الكلام ده مش صحيح. وساعتها الناس كانت خلاص عايزة تلاقي اثباتات فعلا يأكد ان الكلام ده كله صح. وده يوصلنا للمنطقة 51. المنطقة 51 هي منطقة في جنوب نيفادا اللي موجودة في أمريكا، وتقال إنها اتعملت من سنة 1955 عشان تكون قاعدة تدريبية للقوات الأمريكية الجوية، بس خطتهم الحقيقية إنهم عملوا القاعدة دي عشان طياراتهم تطير فوق الاتحاد السوفيتي من غير ما الرادار يشوفهم. ولكن مع الوقت زي ما احنا عارفين الاتحاد السوفيتي وقع، بمعنى إنهم خلاص ما بقوش محتاجين المنطقة دي، بس لسبب مجهول المنطقة دي لسه موجودة لغاية النهاردة، وعشان كده في نظريات كتير طلعت بتقول ان القاعدة دي مش معمولة عشان تكون قاعدة للقوات الجوية بس، في الواقع هي معمولة عشان تكون قاعدة لاختبار التكنولوجيا الغريبة اللي بيتم استرجاعها من المواقع اللي بتقع فيها المركبات الفضائية. ده غير ان في كلام تاني بيقول انهم عملوا القاعدة في المنطقة دي عشان وقع فيها مجسم غريب من زمان، وعشان كده الحتة دي فيها امن وحراسة شديدة جدا. ومن المعلومات الغريبة اللي عرفتها عن المكان ده برضو ان المنطقة دي قريبة جدا من موقع لتجارب الاسلحة النووية. وطبعا بعد ما النظريات دي كلها طلعت كالعادة القوات الامريكية قالت ان الكلام ده كله مش حقيقي، بس النفي من غير ما يكون في سبب خلى في اشاعات اكتر تطلع عن المنطقة دي، زي ان في ناس قالت ان المكان ده ليه علاقة بالماسونية. بس الحاجة الغريبة كانت ان لما الاشاعات دي طلعت القوات الامريكية ما قالتش اي حاجة عنها، وده معناه ان هم بينفوا بس اي اشاعة ليها علاقة بوجود مجسمات غريبة في القاعدة دي، وده في حد ذاته شيء غريب.
وطبعا الإشاعات فضلت مكملة لغاية لما ظهر شخص رفض الإعلان عن هويته، بس قال إن هو بيشتغل جنب المنطقة 51 في حتة اسمها S4. والحاجة اللي خليته يخفي هويته كان إنه تم تهديده من الأمن اللي موجود في الحتة اللي هو شغال فيها عشان ما يطلعش المعلومات اللي هيقولها. Well, there's several, actually nine flying saucers, flying discs. That are out there of extraterrestrial origin. ولكن طبعا هو مفضلش كتير متخفي عشان بعديها عرفوا ان اسمه بوب لارز. واغرب معلومة عرفتها عن الراجل ده كانت انه من الناس اللي اشتغلت في لوس ألاموس، القاعدة اللي اتعملت فيها القنبلة النووية، ولو انت اتفرجت على أوبنهايمر هتفهموا قصدي. ومن اول هنا عمنا بوب بقى يظهر في التلفزيون كتير عشان يحكي على كل الحاجات اللي شافها في المنطقة اللي هو شغال فيها. وبعدها بفترة قدم رسمة وقال ان دي الاجسام الغريبة اللي موجودة عندهم. ومن ساعة ما الراجل ده طلع واتكلم عن النظريات دي، الناس كلها بتروح هناك وبتكون عايزة تدخل عشان يشوفوا ايه اللي مستخبي، بس برضو محدش بيعرف يدخل. وحتى القوات كاتبة حوالين السور ان اي حد هيعدي المنطقة دي ممكن يتحبس لست شهور كاملين، بس برضو الناس لسه بتروح وتحاول تدخل. وحتى يوتيوبرز كتير جدا راحوا، بس كلهم طبعا اتمنعوا في الاخر. فساعتها بقى الناس كلها جابت اخرها وقرروا ان هم يتجمعوا يقتحموا المنطقة 51. وفعلا في 2019 واحد باسم ماتي روبرز عمل جروب على الفيسبوك ودعا الناس كلها ان هم يروحوا المنطقة دي في نفس الوقت عشان يدخلوا ويشوفوا ايه اللي بيحصل هناك. وعايز اقول لكم ان الجروب ده بقى فيه اكتر من 1.5 مليون بني ادم، وكلهم كانوا بيقولوا ان هم هيروحوا. وفعلا يوم الاقتحام جه والجيش ملى المكان عشان كانوا خايفين من اللي ممكن يحصل. وساعتها 150 واحد بس اللي راحوا. والصراحة يا جماعة المنظر كان يعني كوميديا كوميديا فقط. بس الصراحة كل القصص دي جابت لي سؤال في دماغي، والسؤال ده هو ليه احنا ما عندناش حد بيشوف فضائيين؟ اشمعنى القصص كلها في امريكا؟ يعني هل احنا مش قد المقام؟ بس هنا انا اتصدمت من حاجة، عشان احنا فعلا عندنا ناس اتكلموا عن الفضائيين، ويمكن اشهرهم واحدة باسم مايا صبحي اللي اتكلمت عن الموضوع ده برضو، وقالت انها متأكدة ان الفضائيين موجودين وانهم في الواقع موجودين من ساعة الحضارات القديمة. والغريب انها قالت برضو جملة محدش كان فاهمها، لكن انا مهم جدا افتح الموضوع ده لانه قد يوشك ان يكون قريب والناس ما تعرفش عنه حاجة. بس من الواضح ان الجملة دي بقى ليها معنى دلوقتي، ومن الواضح ان كان عندها حق، خصوصا بعد الجلسة اللي قلتلكوا عليها في اول الفيديو. وعايز اقولكوا برضو ان هي اتكلمت عن الماسونية واتكلمت على حاجات تانية كتير زي كورونا وهتلر. بس الغريب بقى ان بعد ما اتكلمت وقالت كل الحاجات دي مايا اختفت، ولغاية دلوقتي مفيش اي معلومات عن مكانها. بس من الاخر انا حاسس ان اللي حصل في الكونجرس الامريكي من كام يوم دي حاجة معمولة لسبب معين، وحتى الناس الموجودة في امريكا كلهم مش مطمنين للموضوع ده. ولكن طبعا في اختلافات ما بينهم، عشان في ناس مقتنعة ان خلاص الفضائيين موجودين، وفي ناس تانية بتقول ان المعلومة دي ظهرت دلوقتي عشان الحكومة بتاعتهم عملت حاجة غلط وبيحاولوا يخلوا الناس ما تاخدش بالها. وفي برضو رأيي الشخصي، عشان انا الصراحة بعد كل القصص دي كلها لسه مش مقتنع قوي بوجود الفضائيين، ولكن انا مقتنع بحاجة تانية، والحاجة دي ان كلمة كائنات فضائية هي مجرد كود محدش فينا عارف معناه، وهم بيقولوا كده عشان يوصلوا لبعض رسائل من غير ما احنا نفهمهم. ولكن زي ما قلتلكوا هو ده رأيي مش اكتر، وعشان كده انا عايز اعرف رأيكوا. هل رأيكوا شبه اي رأي من التلاتة دول، ولا عندكوا رأي رابع؟ ياريت تقولولي في الكومنتات عشان انا فعلا مستني اعرف اجاباتكم.